Allahu Akbar. Allahu Akbar. اعتقلنا سوا بال 2003 اعطينا بالسجن سنتين ونص من 50 شخص 100 شخص يطلعوها مثلا او مثل ما هن يعدموها ميدانيا عندنا ما عنده مشكله يعدموا مليون واحد سوا فدا قائد الوطن اللي هن عم يعذبونا هدول ما لهم بشر والله ما لهم بشر ما فيك توصفهم لانه ما عادت بس قصه انه اعتقال ولا جرحى ولا شيء هانونا كثير And I didn't tell Washington what we were doing either because I didn't want Washington to tell me don't do that. شفت اول 10 ثواني من مقطع الفيديو تبع غياث ولليوم ما عندي الجرأة اني اكملهم بعد 10 ثواني. قال لي مستحيل السوري يقتل اخوه السوري. هو اسطوره بالثوره السوريه. He was a real tens. يمكن فكرونا رح نحنط جسمه ونحتفظ فيه ويضل هو رمز